خليني أسألك، مع عودتك إلى فرنسا كيف كانت ردود فعل يعني زملائك في النادي وتعليقاتهم على مشاركتك كحارس مرمى في هذا اللقاء الهام أمام الفريق اللي كان أخضر أهداف في البطولة المنتخب الكاميروني؟ لقد هنؤوني جميعا بهذا الأداء الذي ظهرت به، وكان هناك بعض النكات وبعض الضحكات والقفشات في التمرين، وبعضهم قال لي لماذا لا تلعب معنا كحارس مرمى. فكرت تلعب كحارس مرمى بعد تألقك قدام العالم أجمع وردود الأفعال العالية دي؟ كنت متوقع ردود الأفعال الكبيرة دي ليك؟ لا أبدا، لم أفكر في هذا الأمر. لكن كانت ليلة ومضت إلى حالة سبيلها، ولكن لا أفكر أبدا في أن أغير مركزي وأن أرى في هذا المركز. طيب أنا كان معايا أمير عبدو مدرب منتخب جزر القمر اللي رحل منذ أيام أو منذ ساعات عن تدريب الفريق، فلما سألته يعني إيه كواليس إشراك شاكر الهدور في مركز حراسة المرمى، قال لي شاكر هو من طلب مني ذلك. انت رحت له على اي اساس رحت؟ انت بتلعب الكاميرون يعني هداف البطوله ابو بكر فيسنتي ولاعيبه من العيار الثقيل موجودين، يعني احكي لي ازاي جات لك الفكره مهمه جدا. لقد تحدثنا جميعا فيما بيننا كلاعبين، وبالنسبة لي أنا كان لدي الدافع لكي أقوم بهذا الدور، ولقد تحدثت مع المدرب المساعد في هذا الأمر وقلت له أنني يمكنني أن أقوم لها بهذا الدور في هذه المباراة. قال لي هذا أمر صعب، ولكن أقنعته، وبالنسبة لي أيضا كنت أفكر في كيفية أقوم بدور كحارس مرمى وأن أقوم أيضا بدور الليبرو في الفريق، وكان تركيزي أن أقوم دائما أن ألعب دائما كمدافع أخير وليس كحارس مرمى. طيب خليني أسألك، يعني هل حد تاني من اللاعبين عرض أنه يبقى في مركز حراسة المرمى، ولا أنت الوحيد اللي تقدم بهذا الطلب؟ لا، الكثير من اللاعبين اقترحوا هذا الأمر، والكثير منهم أيضا كانوا يملكون الدافع لفعل ذلك. زميلي المهاجم في الفريق قاسم عبد الله اقترح أن يقوم بهذا الدور، وسليماني أيضا لاعب خط وسط اقترح بهذا الأمر، ولكن بعد مناقشات كثيرة فيما بيننا في النهاية كان أنا من وقع على هذا الاختيار، وأعتقد أن الأمر مر بسلام في هذه الليلة. هل كنت متوقع انه يمر بسلام زي ما بقول لك كنت بتلعب قدام يعني نجوم كبيرة في المنتخب الكاميروني؟ ما كنتش خايف، وخاصة انه يعني دخل هدف الشوط الاول والناس تخوفت على فريقه، ومنتخب جزر القمر يعني ما زال حديث العهد بالبطولات الافريقية، بعد الهدف الاول خفت من هزيمة قاسية واهداف كثيرة في مرمك؟ نعم بالتأكيد، أيضا حتى قبل المباراة كان الكثير من الضغوط علي، وفي الخمس دقائق الأولى عشت ضغوطا لم أعشها من قبل. هذا أمر منطقي حينما تتلقى هدفا أمام هذا الفريق، أمام فريق الكاميرون، من الطبيعي أن تشعر بالخوف، وأيضا الضغط زاد علينا بعد حالة الطرد التي تعرضنا لها، ولكن بمرور الوقت بدأت أدخل في أجواء المباراة، والزملاء أيضا بدأوا يدخلوا في أجواء المباراة وتغلبوا على النقص العددي، ورغم هذا النقص العددي لقد أدينا مباراة ممتازة أعتقد، وخرجنا مرفوع الرأس. هل هي أول مرة في حياتك تقف حارسا للمرمى، ولا ممكن في التمرين في التمرينات في بعض اللعبة بيحبوا يلعبوا في مركز حراسة المرمى، هل كنت بتعملها قبل كده؟ Mm-hmm.
لا ابدا 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 ابدا، عمري ما قمت بهذا الدور، كانت هي اول مره في حياتي. اؤكد لك طيله حياتي حتى في التمرين ولم افعل ذلك حتى على سبيل المزاح وعلى سبيل الهزار. المدرب لم يضعني في هذا، لم يوافق على اقتراحي لانني املك الخصائص، بل لانني املك الدافع، لانه وجد لدي الحماس. ابدا ليس لانني حارس مرمى جيد، ولكن لان لدي الحماس والدافع للقيام بهذا الدور. انا ساعات في المباراه كنت ببص عليك يا شاكر، عليك حاطط ايدك ورا ظهرك كانك مدافع تتذكر ان انت هتلعب بالكره بدماغك، والصوره يمكن انا عارضها قدامك انت مش شايفها، وكانك يعني مدافع مش حارس مرمى. ازاي كنت بتسترجع بسرعه يعني حاله انك حارس مرمى في المباراه؟ لقد كان ذلك رد فعل تلقائي، وكما قلت حضرتك نعم كنت أنسى أنني حارس المرمى بالفعل. وحينما كنت أنا أرى فانسون بوبكر المهاجم الكاميروني أمامي، كنت أتقدم إليه وأواجهه كما لو أنني مدافع، وفي لحظة ما أتذكر لا أنا حارس المرمى وعلي أن أستخدم يدي. وهذا يحدث بالتأكيد، هذا أمر طبيعي كان يحدث لأي لاعب يلعب في هذا المكان مثلي. أصعب المواقف اللي قابلتك في المباراة، أصعب الصدات يعني، أجمل الصدات اللي أنت صدتها. أعتقد أنها كانت لعبة مزدوجة قمت فيها بتصديين في لعبة واحدة، كانت لعبة من بوبكر فانسون بوبكر ضربة رأس وتصديت لها، ثم عادت الكرة إلى واحد من اللاعبي الكاميرونيين، وحينما قمت من على الأرض ارتدت الكرة مرة أخرى ووجدت نفسي قادرا على التصدي لها. أعتقد أنها كانت أصعب وأقوى لحظة وكانت ردة فعل قوية، ولكن دعني أقول أن كل التصديات التي قمت بها كانت مهمة في أثناء هذه المباراة، وسمحت لفريقي بالتماسك والاستمرار حتى النهاية.